بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الصوم من كتاب أسهل المسالك. يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، ما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق، فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان، ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان، قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاك، قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه، وصيم يوم الشك للتطوع. يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا بالعادة، فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان، قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه، وصيم يوم الشك للتطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الركن الخامس من أو الرابع من أركان الإسلام، يعني شهادة قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، أما الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع. هذا هو باب الصيام، والصيام مشتق من الإمساك. قال تعالى حاكيا عن مريم عليه السلام أو آمرا لها، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إمساكا عن الكلام. منه قول الشاعر صوم خيل صيام وخيل غير صائمة عن اللجام، وأخرى تعلي كل جمع. فالصوم في اللغة والإمساك، وشرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى غروب الشمس، ويجب على المكلف أن يعرف أوقات الصوم، وقت السحور ووقت الفطور ووقت الإمساك وهكذا، لأن هذا من فرائض العين الواجبة على كل مكلف. وقد كان في القديم يختلف العلماء في تقليد المؤذن عندما يؤذن، فمن من أجاز ذلك في الصيام والصلاة العلامة محمد مولود بن أحمد فال، وقال فجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل العاري في الأوقات. واختلف العلماء في ذلك، هل يجوز تقليده ولا يجوز تقليده، وصح ولا يجوز تقليده للعامي، لكن من هو العدل الآن؟ فالعدل الآن لا يوجد غالبا، وعارف الأوقات لا يوجد، لأن الناس الآن عندما يؤذن أي أحد يقول خلاص حانت الصلاة أو حان الفطور، وتجد الشمس ما زالت حمراء أو ضاع الوقت تأخر بكثير، فكل ما يؤذن واحد يؤذن الآخر على أثره، يعني بدون أي شيء، تقليد الأعمى، هذا خطير جدا. وكذلك أيضا تقليد هذه المواقيت التي في الإنترنت، هذه هي أسوأ شيء رأيته في حياتي، لأن كثيرا منها مقدم على الوقت وبعضها مؤخر عنه، فهي تضر الصوم. فعلى أن مقدم على الوقت يفطر الإنسان قبل الغروب، وهذا غالبا فيما يسمونه غروب الشمس عندهم، فهذا قبل غروب الشمس حسب ما جربته دائما بخمس دقائق أو ست دقائق، وحسب ما يقولون في الفجر، فلديهم توقيتات ثلاثة للفجر، فتوقيت أول قبل الوقت وهذا يبطل الصلاة، وتوقيت متأخر هذا بعد الفجر وهذا يبطل الصوم، وتوقيت تركوه متوسط حقيقة هو الموافق للواقع، فلا يوجد عندهم، فإما متأخر وإما متقدم. فالمشكلة هذا
كما قال ابن القيم حفظه الله تعالى: فالأمر أصبح في أيدي وغيلمة قد أفسدوا الدين بغيا أي إفسادي، عدوا على مالك والحال عدوا على مالك على الأشعري ومن يقفل جنيد وكل مرشد هادي، فيا بقية أهل العلم قوموا جهدكم بإبعاد عاد كل إبعاد. فالغرب لا يمكن أن يخرج من أيدينا الصوم مباشرة، خصوصا من جيل تعوده، لا يمكن أن يخرج من أيديهم الصلاة مباشرة، لكن كيف يتعاملون مع الصلاة بشروطها وأركانها؟ والذي يريد أن يرسل إلينا أئمة الضلال ويفسدنا بهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فإذا بقي هذا الجيل الآن الذي نحن فيه الآن للأسف من أصحاب الأربعينات والخمسينات والعشرينات إلى من بعدهم، يمسكون شهادة أن لا إله إلا الله، وقد يدخلها كثير من الشوائب حتى يخرجون على الملة وهم لا يشعرون، فيقلدون في باقي العبادات بدون أي شيء، فيتطهرون بدون كمال ويصومون بدون كمال، فتبقى الأمة حيارة، يعني تعبد الله تعالى بالباطل. ولذلك كما قال محمد بابا نمين في آخر مباحثه مشيرا إلى هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، وأوضحه أوضحه عين هذا الزمن، قال: وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي ذكر زمان أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيهم مؤمن فانتبه. لذلك فالحديث قد صح به، إما أن يكون بمعنى ليس فيه مؤمن مطلقا بأن يكون في عقيدته اشتباه، كمثل من يجسم الله تعالى يعتقد فوقيته على الحقيقة، لأن الله تعالى لا تحوي جهات الست كسائر المثلات، أو يعتقد له الأعضاء كاليد والرجل أعوذ بالله أو العين، هذا كفر صريح، أو يكون يعني ليس فيه مؤمن كامل، وهذا يا ليتنا وجدناه، بأن يكون باطل الصلاة والصوم، وهذا هو الغالب، وأكثر من 99 على هذا الحال، فمن الحديث نحن الآن نعيشه. وهذا هو الحال، الناس أفسدهم الغرب، أفسدهم الغرب والإنترنت والتكنولوجيا، ويقول لابد أن نتعامل مع التكنولوجيا، نتعامل معها نحكمها، هذا لا يمكن واحد أن يحكم التكنولوجيا في دين الله تعالى. أولا القائمون عليها أكثرهم كافرون، وإن لم نقول الكل كافرون، وإن لم نقول الكل كافرون، فالقليل منهم غير كافرين ولكنهم في غاية الفسق لا علم لهم. ولذلك قال: جاز بالصيام والصلاة تقليد عدل، عارف الأوقات، عارف أوقات الصيام، عارف أوقات، والعدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، ويتوقيه دواعي ذمه فعلا وتركا في سبيل قومه. وهذا هو الذي سيأتيكم، يثبت صوم الشهر باستكمال شعبانه، لا سنبين العدل حتى تعلموا أين العدل، يثبت صوم الشهر باستكمال شعبانه. الإنسان لابد أن يعتمد على هذه المثبتات الآتية: إما أن يشاهد هو بعينه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا خلاص هاي مشاهدة عين اليقين، وهذه أولى. وإما أن يكمل شعبان 30 يوما، الشهر 29 يوما، فينضم عليكم ويكمل عدة 30 يوما، أو برؤية عدلين. العدل ما هو العدل؟ العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان ويتبقيه دواعي ذمه فعلا وتركا في سبيل قومه. المروءة الآن معدومة، تجد الواحد يقوم على زوجته بالسيارات الفخمة وأخته بجنبه تمشي حافية عارية، أي مروءة مع هذا الرجل؟ هل تحسبون هذا الرجل عدلا؟ تجدون الرجل يعني هو هذا فاسق، هذا اللي سأمثل الآن، تجدون رجلا لحيته بيضاء لا تفوت الجماعة، وزوجته تخرج عارية بادية أطرافها. وفي ذلك يقول العلامة محمد العاقب بن ميابة ناظما نوازل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم حافظ القطر الموريتاني على إطلاق عالمه، يقول: من ترك الزوجة عمدا تخرج بادية أطرافها تبرج، فلا شهادة ولا إمامة له وإن جرت بذاك العادة، ولا له قسط من الزكاة ولو فقيرا مظهر الشكاة. فلا إمامة له ولا شهادة،
ولو جرت بذلك العادة، اسمعوا، قال ولو جرت بذلك العادة، ولو جرت بذلك العادة، لأن العادة إذا خالفت شرع الله تعالى تترك إجماعا، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري. أين العدول؟ لذلك قال محمد مولود ماذا نفعل؟ إن عدم العدول فلا مازل لذا به المستأخرون حكموا. عدول كل زمن بلد وزمن وبلد بحسبه فبلا أئمة اقتدي، ولكن استكثر بحسب ما شهد فيه وبعض بثلاث نحو. أنت كل ما قالت إذاعة أو قال موقع انترنت الشهر شهر الهلال وقع، بسم الله السلام عليكم سنصبح صائمين. أنتم لا تدرون تقليد الأعمى، تقليد الأعمى. ويقول وما أنا إلا من غزية إن غضبت غزية، وما أنا إلا من غزية إن غوت غزية، وما أنا إلا من غزية إن غوت، هي آخر البيت نسيته لأن هذا هو معروف مشهور جدا. وإن ترشد غزية أرشدي، لأن هذا أعوذ بالله بلادة، يقول دائما أنا من غزية، ما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا ما هي الفائدة؟ هذا كلام جاهل ولا يتبعه أحد. لا تكونوا بلداء، لا تكون تقلدوا بلا علم. تقليد لا تقليد الأعمى لا بد. هو قال سيدي أحمد زروق فرق بين الاقتداء والتقليد، قال الاقتداء هو ما جربت صاحبه بالعدل والورع فدلتك علامته صار اقتداء، ولذلك قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي لما جرب عليهم. والتقليد قد يكون أعمى، لأن وجدنا أبانا على أمة وعلى آثار المقتدون. هناك نوع التقليدي، الاقتداء اللي بمعنى التقليد، الاقتداء الحقيقي بأن تجرب الإنسان علمه وورعه ودينه وتقلده بذلك. أما كونك فقط تسمع أنه عالم أو تسمع أنه مفتي، هذا لا يجوز، لأن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود قال وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضيف للعلم والدين الورع. وأنتم تعلمون، أنا لا أخص أحدا، ولكن الواقع واقع، تعلمون أن من يفتي الآن غالبهم زوجات متبرجات، بل يرون على المواقع الواحدة تصرخ بنته تقرأ القرآن على رؤوس الأشهاد، شاب بيضاء الوجه، إن لم تكن بيضاء الوجه تبيضه بمكياج كما تقولون في موريتانيا، أو ميك اب كما يقال بالإنجليزي. هذا ما أين هذا الرجل؟ من ترك زوجته؟ ترك البنت؟ هو ما ترك، هو أعلنها على المواقع تقرأ القرآن وجهها كقمر ليلة البدر، كما البدر، ويقول هذا عبادة وأن هذا النساء متقدمة. ما هذا الكلام يا أخواتي المسلمات التي تسمعن هذا الكلام؟ جعلكم الغرب بضاعة يستشربها على المواقع، يتلذذ بوجوه المسلمات الجميلات حتى تزني المرأة من حيث لا تشعر. فالعين تزني واللسان يزني واليد تزني والرجل تزني كما في الحديث، كما ليس الزنا إيقاع الفرش بالفرش، هذا عمل البهائم، هذا عمل به. ومع أنه منتشر فيكم الآن حتى في موريتانيا منتشر انتشار أعوذ بالله شرب الماء. برؤية الهلال أو برؤية عدلين، والعدل هذا لذلك أحمد مولد قال في هذه الأزمنة، حتى في أزمنته هو وحتى في أزمنة ابن فرحون، قال عدول زماننا في الساق السلف. فلا بد أن نتأكد، نجد جمهرة من الناس ممثلين وبعضهم بثلاثين يحود. قال محمد مولود ولكن استكثر بحسب ما شهد فيه وبعض بثلاثين يحود، بعضهم حده بثلاثين. وعلى كل حال أنا أقول لكم كما يقول الشاعر، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أنا لا أخاطب، أنا أخاطب المجتمع الإسلامي، أنا من عادتي أني إذا دخلت الدرس أخاطب عامة المسلمين، لا أخاطب قوما على التعيين، لأن الدعوة عامة ليست خاصة لأحد. أنا أخاطب أكثر من 99 في العالم الإسلامي، فسيكون يسمع هناك جزائريون، يسمع هناك تونسيون وموريتانيون، طبعا هم أكثركم، ويسمع هناك ناس يسكنون في السعودية، وهناك أنا نعرف الناس يتابعون من بلاد أخرى شتى، من إفريقيا وغيرها ومن أمريكا هنا. هذا هو الواقع حقيقة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت فيها أضاءت ولكن تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قم سيفسد الغرب عليهم صومهم،
وصلاتهم وزكاتهم وصيامهم بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور عباده، ولكن بقبض العلماء يعني العاملين العابدين الراسخين. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا سئلوا وفتوا في غير علم فضلوا وأضلوا. ستسمعون الفتوى الآن في التراويح وفي الصوم و و و و هذا كله زور، كله أغلب أكثر من 99 من زور. ناس سمعتهم يقول ناس صلوا التراويح خلال البث المباشر، هي قوم لا يعرفون أصلا يتطهرون وضوءهم، لماذا يفتون أنهم يصلوا التراويح ويشغلون أوقاتهم حتى خلال التلفاز؟ وحتى قوم انتم يعني انتم في يعني كما يقول مرابط الحج، الدنيا في سكرات الموت، الدنيا في سكرات الموت، تحضون الناس على ان تصلي التراويح من التلفاز ومن المواقع وخلال الراديو، وهم لا يتطهرون، وهم لا يعرفون ما هو معنى رمضان. مشتق من رمض الذنوب، رمضان مشتق من رمض الذنوب، من حرقها حاول تحرق الذنوب بالعبادات الفاسده. ها شيء رمضان شهر القران، شهر القران ما هو معنى شهر القران؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يعارضه جبريل القرآن، وكما قال صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث. هل أين هذا؟ نحن القرآن لا نفهم معناه، لا نفهم معناه أصلا، يعني فقط نريد شخصا مغنيا قراءته جميلة، معناه يغني ويردد الردات. هذه يقال له ديمي من تابة عفى الله عنه، هذا ليس قارئ القرآن كما قال الإمام مالك، هذا مغني. وليس بذلك دليل ما يقولون، يقول الشافعي من لم يتغنى بالقرآن، ليس هذا. أجمع المسلمون وانظروا الطبرية والقرطبية على أن هذه الأغاني الموجودة الآن عند الناس لا تجوز في القرآن. وقد قال ذلك أحمد فال رحمه الله، مرابط أحمد فال الماضية، عندما أراد أحد أن يقدر قال هذا، ترك هذا إجماعا لا يجوز، لأنه يعلم الحكم. نعم، وأنا من طبعي هذا ليس غضب عليكم يا أيها السامعون، هذا غضب لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لا يغضب لنفسه ما لم تنتهك حرمات الله تعالى، كان لا يقوم لغضبه أحد. وطبعا حرمات الله تعالى انتهكت. وأولها أول انتهاكها وآخر انتهاكها وسط انتهاكها عدم التعلم، ترك التعلم لكفر مفضي أو هو كفر عندهم بالمحض، لأنه الإعراض عن وحي النبي وصاحب الإعراض بالوحي بكفر حبي. هذه مشكلتنا الآن، ما أوصي الله تعالى بمعصية عظيمة من الجهل، فالجهل في هذا الزمان الفاسد والمؤدي كثرة المفاسد. نعم، وباستفاضة أو بمستفيضة، مستفيضة ما هو معناه؟ لم يكذبوا في العادة، اسمعوا، لم يكذبوا في العادة، استفاضة قوم لم يكذبوا، واقطع بالصدق خبري التواتر، وسوي بين مسلم وكافر والعبد والأنثى، وذاك خبر من عادة كذب من حضره. والله الذي لا إله إلا هو قبل 15 سنة إن الناس أصدروا في الإذاعة الموريتانية ثبوت الشر وبعد ذلك رجعوا عنه. كم من مرة في قطر موريتانيا، وقد كان في أوائل الإعلان، قد كان في أوائل الإعلان، في أوائل الإعلان عندما استقلت دولة موريتانيا، وصاروا يصدرون قرارات يعني في الإعلان. كان شيخنا حدامين حفظه الله تعالى ورعاه في المقاطعة المجرية، فكان هناك إثبات لرمضان، فذهب ليتمكن من مما أثبت به، فقالوا له وأصدروا قرارا أن 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 رمضان ثبت بأصحاب المجرية. فذهبوا يبحثون عن من ثبت به في ذلك الوقت، مرابط حدامين هناك، فقالوا له هناك جارية قالت، قالوا هناك قوم قالوا رأوا الهلال. فلما وصل إلى ذلك الحي الذي في المجرية، قالوا من رأى، قال لهم من رأى الهلال؟ قالوا فلانة، هذه بنت دابوز جارية، قالت الهلال. فقلنا جميعا الهلال، فقالت الجماعة بجنب الهلال، فأصدروا قرار أن الهلال ثبت. هذا اسألوه، ما زال على قيد الحياة والحمد لله وهو هناك شوط الآن، اسألوا عن القصة يقصوها عليكم. مع أن الحمد لله الإعلان الآن يقولون أنه فيه الحمد لله فيه خير الآن، أنه صاروا يراقبون، لكن أخبركم على أن الأمة الإسلامية، أنا لا أخصص موريتانيا، أن الأمة الإسلامية هي الأمة الإسلامية، أنا لا أخصص موريتانيا، هذا مثال. وإذا كان هذا في موريتانيا اللي هي مركز العلم،
فإذا ضرب الإمام خاف المؤذن. أنا أمثلكم أن الدو أن العالم الإنسان لا أعارض حكومة ولا أعارض شيء، أنا أعارض المسؤولين عن الشريعة. الحكومة هذا ليس، هذا شأن العلماء، هم المسؤولون عنه. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. أولا كل واحد منهم عندما يسأل عن مسألة واجب عليه أن يقدر كما قال الناظم، وإن تسأل عن الجواب قدري سؤال رب مالك مقتدري، فما عرفته أجب وما لا، فلا تجب لسائل سؤال. يكفيك إن كنت الإمام مالك فمالك كثير فيه ذلك. كم سائل سأله فقال إن جهل الجواب لا لا، يقول لا أدري أو يتوقف. أما فقط تفضلوا تفضلوا، هذا في ما هذا في هذا في هذا في مسلك شرعي، هذا في قول وخلاص، ابن عليه المسألة. والأحكام تتجدد، الأحكام العبادات لا تتجدد، لا يتجدد فيها أي شيء، ليست كالمعاملات، مع أن ما تجدد من معاملات قليل جدا، وقد زوروه مليار مرة في التزوير. لم يكذبوا في العادة، قوم لم يكذبوا في العادة، لم يكذبوا في العادة، ولذلك قال محمد مولود وبعضهم بثلاثنا يحود، لأن العدول لم يشد، وإذا فقد العدول فمعناه أن المستفيضة ستكون من الفاسدين أيضا. وحكمنا الشرعي بالعلم ارتبط أو غالب الظن إلى غيره فقط، لا بد أن يحصل العلم أو غلبة الظن، أما يكون الإنسان فقط هكذا يفعل. أنا لا أنفركم ولا أقول لكم لا تقلدوا فلانا وفلان على التعين، ولكن انظروا الواقعة، لا تتعجلوا ولا لا تتعجلوا، انظروا الواقع، انظروا الواقع. لما يكتبوا بالعادة فبثبوت سكر بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق، يعني أن شوال وهو الشهر الذي بعد رمضان عيد الفطر يثبت كذلك بما يثبت به رمضان، يثبت بعدلين أو استفاضة لم يكتبه العادة، فحكم ثبوت شوال وحكم ثبوت رمضان، هذا هو الحكم. ومن نوى الصوم بالاستقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير وانتهاكه، يعني أن من نوى الصوم بلا استقان بدون شك، وهذا أصله مكروه وحرام إلا احتياطا فهو كرن حرام. وقال في الرسالة وصوم يوم الشك الاحتياط، وصوم يوم الشك الاحتياطي كرن، وصوم يوم الشك الاحتياطي كرن ولا يجزئ من يواطي. ما تبين بعد ذلك يعني هو صام يعني احتياطا وهذا مكروه وحرام كما قلنا، وبعد ذلك تبين من رمضان هذا لا يجزئ ولكن يجب عليه أن يكمل ذلك اليوم، فإذا أفطر بعد أن تبين له أن من رمضان كفر كما قدمنا ماضيا، وبالثبوت يثبت يمسك ولو بعد الفلق قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. وصيم يوم الشك الاحتياطي وصيم صيم قضاه ويلزم التكفير انتهاكه. نعم انتهينا انتهينا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه التحذيرات الماضية يلزمنا أن نفهم أنها على وجه واقع، ويلزمنا أن نفهمها بواقعها ولا نتعصب ولا ندخل في الحق ما ليس منه. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الدعوة الإسلامية الآن ما لا أقول الإسلامية لأن الإسلام بدون تعلم كذب، ما يسمى الدعوة الإسلامية الآن أكثر من 99 منها دعوة جهل، لأن الذين يدعون الناس ليس لهم علم، وعلى أنهم علم يدعون الناس للعبادة بدون تعلم، وهذا هو محض الضلال. قال الإمام البخاري في كتابه وقد قدمت لكم مرات قلت لكم باب بصحيحه باب العلم قبل العمل، وقال رب العزة والجلال ومن أصدق من الله حديثا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال سبحانه جل جلاله
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تشكرون تتعلمون وتتفقهون وتطبقون. الشكر هو صرف الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه بيضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا في فوزه بالنعم. وقد قال ابن المنذر أجمع المسلمون على أنه لا يحل للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. فكم نفعل الآن من العبادات ومن الطهارة ومن الدخول في المساجد بدون معرفة الحكم، والناس يرغبوننا في ذلك، يرغبوننا في التراويح ودخول المساجد، وأن لا نترك يعني فنا من أنواع العبادة يعني الصدقات والصوم، حتى صوم التطوع يوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة من كل شهر يرغبون فيها الناس. لماذا يرغبون الناس في ثلاثة من كل شهر ولا يرغبونهم في ثلاثة من العلوم، يعني أو خمسة من العلوم، أركان الإسلام، أركان الإسلام، قواعد الإسلام، العقيدة، لماذا لا يرغبونهم في خمسة أركان الإسلام؟ لماذا لا يعلمونهم أركان الإسلام؟ لماذا يرغبونهم في إفساد عباداتهم ويعتقدون أنهم على خير حتى يصدق فيهم قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا خطير. والله تعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما قال عملوا أعمالا، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، معناها الأعمال الصالحات موافقة للشرع. في حديث مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. فلازم أن نمر الأحكام على هذه المتون التي بين أيدينا من الأخضري وابن عاشر والرسالة وأسر المسالك حتى نعلم حكم الله فيها. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحصل، كما قال سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم في مراقي السعود، وكذلك قال في فتواه شيخ وقدوتنا المرابط الحاج رحمه الله وجميع نفعنا بهم عالم الوقت ليس الجاهل. الجاهل ليس له الحق في أن يتصرف في شيء، الجاهل كما يقولون الخادم محشور والمحشور يصرفه، لكن عالم الوقت كشيخنا المرابط الحاج وأضرابه ومن هو فوقه كالمرابط محمد بن أحمد سيدام وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم إذا هو استدل بالذكر والحديث ضل وأضل. فلا بد من تقليد هذه المتون التي بين أيدينا وتطبيقها، وهذا هو حكم الله فينا. فحكم المجتهد في حق العامي وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد كما قال الإمام الشافعي كقول الله تعالى بالنسبة للمجتهد. فقول المجتهد بالنسبة للعامي معناها من لم يبلغ درجة الاجتهاد كشيخنا المرابط الحاج ومن هو فوقه كسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم المختار بن بونة، هذا بالنسبة لأقوال المجتهد بالنسبة لهم كقول الله تعالى بالنسبة للمجتهد. وهذا هو الحق وهو اللازم وهو المجمع عليه، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغبار والأنجاد مما أبعد. هذا آخر مراقي السعود سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي وعلانا الله وإياهم دائما آمين. وكذلك أيضا قال ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، قبل أن يقول المجمع اليوم عليه الأربعة مباشرة قال التزام مذهب من هذه الأربعة، ليس أنك فقط تكون تتفنن في الحلويات كل مذهب تأخذ منه قطعة، لا، قال ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر عن مرتبة الاجتهاد. وبعد ذلك أكمله والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. وأنا أكرر عليكم هذه الأمور وأتوسع فيها، وإن كان الحال لا يقتضي ذلك، لا ينبغي أن يقتضي ذلك، لكن لكثرة الفساد لا بد أن ننبه على هذه النقط وأن نوضح لشبابنا المسلمين وللمتعلقين بهذا الدين أن يأخذوه من طريق الصحيح الصحيحة التي تركها لهم آباؤهم في النسب وآباؤهم في الدين أجدادهم، لأن غالبا قتل عندكم كان آباؤكم علماء حقيقة أيضا كما قال تعالى في حق إسحاق فما منكم أحد من عشيرة التي أنتم منها إلا وجده عالم أو قرأ خليلا أو قرأ يعني المتون التي جده أو أبوه اللي يتولاه أو جد أبيه، لا يوجد هذا غالبا في قبيلة من قبائلكم إلا وعم ذلك قبائل الزوايا، هذا معروف جدا كما قال تعالى حكى عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا 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 يغرنكم الناس الآن الحاضرون، لا تقول لا تعتقدون موريتانيا علماء، موريتانيا علماء كانت
كان ما من عائلة وما من فخذ وما من عشيرة وحتى ولا من خيمة كما تقولون، يعني ما تجد قوم إلا وفيهم كان من ينسب إلى الفقه أو ينسب إلى العلم أو قال شيء يحفظ فرض عينه أبا عن أب. أي قبائل سوايا عامة في هذا قبل هذا قبل انتشار الجهل كما قال ابن القديم، فقد فعظموه وجدوا في توسلكم سيرا بسيرة آباء وأجداد. لا يدلكم على أن تقلدوا كما قال الكفار إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، بل ندلكم على ما قال الله تعالى بحق يوسف واتبعت ملة آبائي عليه السلام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام جميعا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبارك الله فيكم ووفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.